الشاعر السيد عدنان قداح أو قحطان عديلي نشكر عديله لأحمد الوزير علوله علوله حبيبي أبو خالد كساب على راسي تاج راسي يلا حيا علوله نصيد أعزاء الوطن الثاني للحملة الوطنية الهاشمية ونعم 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 فيقول أبديت باسم الله بزاينة مكتوبة على الأرض من مجري بعزة إزحولها شاعر وشعري بالأصالها وأسلوبه يوزن قوافي والأبيات يقولها يعد مدحا على بحر مسحوبة في جزله بالمبادي طفولها على الأرض العز شمالها وجنوبه أرض السلوم الوافية وأصولها يوم صاح الأردني الفزع هجومه فزت كل الحمايل فوق خيولها أردني ودروب المراجل دروبه صدي دروبه قوي باس بعيونها تالي جواهر بشمالها وحروبه وجود الغازل الحمالي سوري يقول منصورة اللابد يعني العز منصورة طبعا الفخر فيكم واصل الحدة آسف لا جاكم مني بطاوك صورة الزرهنكم وافين ومحزن بالظهر ومشدة لابد الحوران على مد العصورة الكرم طبعنا والرداء ضده ما جهل مجد لنا واحد نوره تاريخنا رب الخشمه يبطي جهد العدو لا زهمنا يمطي بشوره ابكي ربع سد منيع يرده الطنافه بربع رجالنا تسوره لا قام بوجه العدو كره لا بده من بني حوران لا ثارت الثوره وكفاتنا مع العرب الزمن شهده على تجدودنا ما تخفى اموره نكره العنصريه ونهوى الموده يلا حيو وباقي القبائل حروفي لكم منثورة كل نبدا وطننا بالسيف نحبه لن تغد حره جت جموعنا طابورة طيش افكار العدو لا منها عده سلامي الحوران بالعز مشهوره شوقي لجديرتي والله واصل حده المدح ما يكفي من شاعر جمهوره معذور على قصور حصل من دون وده وسلامي لابو سهر لا ضرب زوره ارتاع الكرم منه كنه ضرب رأده وسلامي للوافي وسهر لا ضرب زوره الطيب ساسك والكرم وجهه الشهامه والحنيه فيك محصوره ذبال ربعك طبع من هو يلي قده سلامك مشكور مشكور اهلا وسهلا بالجميع وشرفتونا وسامحونا من الدكتور ابو سيف وضيوفه اهلا وسهلا بكم جميعا حياكم الله وشرفتونا شرفتوا اهل البوران كلهم جميعا يا ميت اهلا وسهلا وانتم بلد المضياف يا ميت اهلا وسهلا يلا حيوا سامحونا من الدكتور يا ميت اهلا وسهلا بالجميع كل الشكر للجميع كل الشكر لكل الحضور كل من اتفضل على هالسهرة الطيبة وأهلا وسهلا بالحضور عشان يقول الناس حمسة بن ودهر محناس وسود الليالي نار تحمس بشرها الناس حمسة بن ودهر محناس وسود الليالي نار تحمس بشرها ياما عرفنا هناس وجربنا اجناس ويا ما بدال الطيب نحصد غدرها ولا حنا من هو يلبس السور بالباس ونقول قول الحق ولو انخسرها نرقاق على القول بشموخ جناس ومن نبراي الدوم تاخذ حذرها خوينا نفديه شواك ومرخاوي الانجاز اهل الردى والشين يبين شرها وطعن الغدر لكليب ما فات جساس قضى العمر مذعور يشرب بمرها ياللي يسوى السم يتجرع الكاس الدنيا قبل ودين وهذا قدر صح لسانك الله يعطيك العافية مشكور للجميع اللي نبه الدعوة الطيبة عند الشيخ أبو نور عبد الحليم قداح باسم الشيخ عبد الحليم قداح نشكر كل من لبى الدعوة و
وإن شاء الله أردكم إياها بالفرح. أهلا وسهلا بالجميع. شكرا.